تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح أو نصبح عليكم بالتفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور مستمعينا الأعزاء بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. نرحب بكم مستمعينا الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الأغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب مستمعينا الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، دائما نحب نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. طبعا المثلث الذهبي اللي دائما نحن ننصح فيه، رقم واحد كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا أيضا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. أما الآن بنستعرض معكم فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم أول خبر تحت عنوان اختبار شمع الأذن قد يسمح بالتعرف المبكر على مرض السكري من النوع الثاني. وخبرنا الآخر التفاحة في اليوم، هذا ما تفعله فعلا بصحتك. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء، نحن دائما نسمع العبارة هاي الشهيرة، تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب. فبنعرف أكثر إن شاء الله اليوم خلال الساعة عن هاي العبارة الشهيرة. وأما عن فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا أيضا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر. أما بخصوص مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان شلل الأطفال. وفقرة التغذية العلاجية، أهمية الماء في فصل الشتاء. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، فقرة صحة المرأة وتأخر الحمل، الأسباب والعلاج. هاي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عرفتم مستمعين الأعزاء متنوعة، فدائما نرحب بتواصلكم واتصالاتكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ناخذ أول خبر لهذا اليوم تحت عنوان تفاحة في اليوم، هذا ما تفعله فعلا بصحتك. طبعا دائما نحن نسمع مستمعينا الأعزاء هاي العبارة الشهيرة، تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب، فما مدى صحتها؟ وقال موقع هيلثلاين أن العبارة ظهرت لأول مرة في عام 1913، وكانت في الأصل تناول تفاحة قبل الذهاب إلى الفراش وستمنع الطبيب من كسب رزقه. وأوضح المصدر أن الأبحاث التي أجريت حتى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يرتبط فعليا بزيارات أقل للطبيب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي سيساعدك بدون شك على تحسين العديد من جوانب صحتك.
الصحة العامة. وفي مختلف الدراسات التي أيضا أجريت على التفاح وجد الباحثون أن هذا النوع من الفواكه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، وتحتوي أيضا على سعرات حرارية قليلة. وأيضا توصلوا إلى أن التفاح يحسن الجهاز العصبي والقلب، ويحمي أيضا من الخرف، ويخفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، ويخفض أيضا مستويات الكوليسترول المرتفعة. ولخص أيضا هيلث لاين إلى أنه من غير المحتمل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم سلبا على صحتك، وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك. فنفهم من الموضوع بأن دائما ننصح بتناول الأغذية المتوازنة والأغذية الصحية، ودائما العمل على نمط حياة صحي متوازن. بناخذ فقرة السوشيال ميديا كالعادة، واليوم آخر المستجدات وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يصبحك بالنور والعافية. وشو عندك اليوم أختي أسماء، وشو بتخبرينا من قصص ومناقشات على السوشيال ميديا؟ من ضمن الأشياء المهمة اللي صارت يوم أمس، كان في هناك مؤتمر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وخلال المؤتمر كان في يعني ورقة عمل تم طرحها من قبل معالي حميدة كطامي حول تجربة الإمارات ودبي في التصدي للجائحة. من ضمن المؤتمر هذا اللي كان عن بعد، مسؤولون ومستشارون عالميون كانوا يدعون للاستفادة من تجربة الإمارات في مواجهة كوفيد-19. أيضا من ضمن الأشياء التوعوي لك تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي هو أهمية فيتامين A أو فيتامين ألف، ومن وين المصادر اللي ممكن هم يحصلون فيها هذا الفيتامين، وش الفوائد اللي يعود عليها في الجسم إذا في حال تناولها. بس نحب نأكد أن الواحد يعني ما يبالغ وايد، أنه لدرجة أنه يعني يصير عنده هوس أنه بس أنه يزيد الفيتامين، لازم يتأكد من حاجة الجسم اليومية، وهذا بعد يقدر يعرفه من خلال الفحوصات، يعني ما ياخذ زيادة عن حاجة الجسم ولا أقل من حاجة الجسم. لازم يكون الفيتامين في الجسم متناسب مع الاحداثيات في الجسم. أيضا من ضمن الأشياء اللي حطينا من ناحية الخدمات، وهي الخدمات اللي نقدمها لأصحاب الهمم، من ضمنها بعض الأرقام. كان خدمة أصحاب الهمم بالهيئة بالأرقام تقريبا أكثر من 5,100 مستفيد من خدمات أصحاب الهمم في الهيئة، 43,616 مستفيد من خدمات الفحص والتشخيص الكشف النمائي، هاي من الفحوصات الموجودة في التطبيق لأولياء الأمور. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة أن 150 شخص مستفيد من إعادة التأهيل المنزلي، و أكثر من 1,500 شخص مستفيد من خدمات الرعاية وزيارات المنزلية لأصحاب الهمم. تقريبا هاي أبرز الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الجميع أن أخذ الإجراءات الاحتياطية والإجراءات الوقائية، من مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار. ودمتم بالصحة وسعادة. دمتي بالصحة وسعادة، شكرا لك الأخت أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، دائما المكملات الغذائية لابد أن تكون يعني الشخص يأخذها بوصفة أو يعني استشارة أهل الاختصاص اللي هم خبراء في التغذية، لأن مهما كانت المكملات الغذائية هاي مفيدة، ولكن كثرتها أكيد بيضر الجسم. فلابد أن الإنسان قبل أن يأخذ أي مكمل غذائي لابد أن يعرف كم هو يحتاج من الحصة هاي، سواء كانت من الفيتامينات أو من المعادن. نذكركم مستمعينا الأعزاء أيضا بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات في مراكز التسوق في الإمارة، فحص فيروس كورونا في مول الإمارات، وأيضا مردف سيتي سنتر وديرا سيتي سنتر. بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342 للمزيد من المعلومات.
بناخذ فاصل مستمعينا الأفاضل، ودائما نحن نقول خلكم مع صحة وسعادة، وفقرتنا الثانية بتكون عن فقرة هيئة الصحة بدبي وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا خلال هذا البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر، طبعا تعد هذه الوحدة أو طب الأجنة أحد فروع الطب التي تعني بتقديم نمو الأجنة وسلامتهم والمحافظة على صحة الجنين وتشخيص أمراض وتشوهات الجنين وتقديم أيضا العلاج اللازم لبعض الحالات. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة سارة عبدالهادي، أخصائية نساء وولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سارة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالخير والنور والعافية. الله يحييك دكتورة. نحن طبعا دائما يعني سعيدين جدا وفخورين في الخدمات المميزة الحقيقة اللي يقدمها يعني مستشفى لطيفة سواء للنساء أو للأطفال، ودائما نستمتع الحقيقة ب يعني استضافتكم وتخبروننا عن كل ما هو مستجد. اليوم دكتورة حديثنا معاك عن وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر، ولو تعطينا يعني مثلا الهدف الأساسي في وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر بمستشفى لطيفة. إن شاء الله. طبعا وحدة طب الأجنة، طب الأجنة عموما بس نبذة بسيطة عنه، هو أحد فروع الطب اللي تهتم بتقييم نمو الأجنة وسلامتهم وتشخيص بعض الأمراض والتشوهات اللي ممكن تكون موجودة في الأجنة وتقديم العلاج اللازم لبعض الحالات، أو أنها ممكن تساعد في التدخل في الوقت المناسب بعد ولادة الطفل إذا كان الطفل محتاج لعمليات جراحية أو أي تدخلات بعد الولادة من أطباء جراحة الأطفال. بالنسبة لوحدة طب الأجنة الموجودة في مستشفى لطيفة، هي وحدة كانت موجودة منذ فترة طويلة، ولكن أنا حبيت أتكلم عنها اليوم لأن هي شملت بالتوسعة الجديدة الموجودة في مستشفى لطيفة حاليا. صارت قسم خاص متكون تقريبا من 6 غرف، 3 غرف تشخيصية وثلاث غرف 4 غرف تشخيصية وثلاث غرف للأسسمنت أو الفحص المرضى ما قبل الفحص الطبي. الأشياء الأساسية اللي نسويها في وحدة، أو ليش أو لماذا إحنا نحتاج إلى فحوصات للأجنة، لأن بعض الأشياء أو بعض الأسباب صارت كثير منتشرة حاليا في الوقت الحالي تأثر على سلامة الحمل أو على سلامة الجنين، فنحتاج أن إحنا مثل ما يقولون نشخص الأحمال اللي تعتبر ذات خطر أو محتاجة الأم لمتابعة أكثر منتظمة من الأحمال العادية. واحد منهم تقدم سن الأمهات، حاليا نلاحظ أن أعمار الأمهات في الزياد، سن الحمل لأول مرة أكبر من يوم كنا قبل 20 سنة تقريبا، فهذا يؤدي لزيادة بعض مخاطر الأمراض الوراثية أو الأمراض الكروموسومية أو الجينية، زيادة استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة مثل أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي والمجهري. هذه صارت جدا منتشرة حاليا والناس توصل لها بسهولة، ولكن هي تأتي بعد أيضا مع مخاطرها. انتشار زواج الأقارب، هذا بعد يؤدي إلى زيادة بعض الخطر
الأمراض الوراثية أو بعض الأمراض اللي متوارثة في منطقتنا، منطقة الإمارات والخليج عموما. زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري، حين احنا نعرف ان للأسف الإمارات من أكثر الدول اللي منتشر فيها المرض السكري النوع الأول والثاني. صحيح. والأمهات اللي يكون عندهم مرض السكري لهم متابعة دقيقة ومن قبل الحمل، حتى نطلب منهم انهم ايون يزورونا في بعض الأشياء اللي لازم يضبطونها أو نتأكد أنها تكون في أحسن صحتها قبل الحمل، علشان بداية الحمل تكون معاها سلسة ومريحة وما يكون فيها أي مشاكل. صحيح. السمنة بعد، السمنة هي مرض العصر. إنزين، فعدد الناس اللي يكونون يعانون من زيادة الوزن أو الأمهات اللي يعانون من زيادة الوزن أو اضطرابات الأكل زادت عن قبل، فالأمهات اللي يعانون من السمنة لهم بعد عناية خاصة، لهم طريقة متابعة معينة تختلف عن الأمهات ذوات الوزن الطبيعي. إنزين، وبعض الأمهات اللي الحين يعانون من أمراض أخرى تضطر أنها تستخدم أدوية معينة أثناء الحمل، وهذه الأدوية ممكن تأثر على سلامة الحمل وسلامة الجنين، فإحنا بعدنا نفضل أن نتابعها في وحدة الحمل المبكر ومتابعة الأجنة. صحيح. لأن أيضا دكتورة سارة، يعني من الأمور اللي أنت تطرقتي وتحدثتي عنها الحقيقة، يعني كلها تصب أو يعني في تصب في مصلحة أو سلامة الأم وسلامة الجنين، وكثر ما يعني الواحد يقدر بأن يعني يقلل المخاطر والأعراض اللي ممكن تكون مستقبلا على الجنين أو على الأم. فهاي طبعا من الخدمات المتميزة اللي تقدمونها الحقيقة في هاي الوحدة، وانت ذكرتي يعني أشياء الحقيقة يعني مهمة وحيوية جدا، اللي هو داء السكري والسمنة أو أيضا يعني ضغط الدم، يعني من الأمراض المزمنة، أن يعني مثلا إذا تم اكتشافها مبكرا ومعرفتها وأصبح يعني حمل الأم حمل صحي وسليم، معناته أن أيضا نحن نتوقع أن الجنين بيكون مستقبلا يعني صحي وسليم. نعم صحيح. نعم. بغيت بس أحط مثل رؤوس أقلام على الفحوصات الرئيسية اللي ممكن السيدة تستفسر عنها أو تقول ممكن شو تسوي لي في الوحدة هذه. صحيح. إحنا نسوي مجموعة من الفحوصات الرئيسية، نقسم طبعا الحمل، إحنا عادة نقسمه إلى الجزء الأول من الحمل أو الثلاث شهور الأولى والثلاث شهور اللي في النص والثلاث شهور الأخيرة. والثلاث شهور الأولى من الحمل جدا مهمة، لأنها تختص بمرحلة تخليق الجنين وتكوين الأعضاء، فصحة الأم يعني 100% تأثر على صحة تكوين الحمل هذا وصحة الجنين في المستقبل. فأغلب الفحوصات اللي نسويها في وحدة الحمل المبكر ومتابعة الأجنة تعتمد على متابعة الأم في الثلاث شهور الأولى هذه. صحيح. فمن الفحوصات اللي نسويها في الثلاث شهور الأولى فحص بموجات الرنين المغناطيسي أو السونار لسماكة عنق الجنين، أو الفحص القفوي للتأكد من سلامة الجنين. يعني احنا عندنا قراءات معينة نشوفها ونتأكد هل هذا الجنين سليم أو هو يحتاج إلى تحاليل أخرى إذا كان لا سمح الله القراءات فوق الطبيعي، فنحول على وحدة طب الأجنة وهناك يسوون بعض التحاليل الأخرى اللي بذكرها إن شاء الله المرة في الموضوع. نتأكد من عمر الجنين، لأن في بعض السيدات تأتي وهي مش متأكدة من متى حملت أو متى صار الحمل، فهذا جدا مهم تأكيد متى صار الحمل أو عمر الجنين. نتأكد في حالة الحمل التوائم أو فوق التوائم الثلاث أو أربع أجنة عدد المشيمات، هل التوائم هذه تشترك في المشيمة أو لا، لأن كل نوع حمل أو كم عدد الأجنة أو كم عدد المشيمة الموجودة بالنسبة للأجنة يؤثر على سلامة الحمل ومتابعة الحمل في المستقبل. ممكن بعد من الأشياء اللي جدت في الوحدة عندنا إن إحنا بدينا نسوي فحوصات NIPT أو هي فحوص الحمض النووي للجنين في دم الأم. هذه بعد تتأكد من خلو الجنين من بعض التشوهات الكروموسومية مثل متلازمة داون ومتلازمة أدوارد ومتلازمة بتاو.
وهي بعض أمراض الكروموسومات اللي تنتج عن وجود كروموسوم زائد في الخلايا، وتؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات أو المشاكل الصحية في الجنين. ومرات تكون المشاكل الموجودة مشاكل خطيرة تؤثر على صحة الجنين وحياته. نعم تفضل. فهاي دكتورة طبعا أكيد يعني الخدمات والفحوصات اللي تقدمونها أكيد مهمة على صحة الأم وصحة الجنين. لو نتحدث دكتورة، أنت تحدثتي عن الفحوصات الرئيسية، أيضا حابين نعرف بأن ماذا يهدف هاي الفحوصات في موضوع طول عنق الرحم؟ نعم، بالنسبة لطول عنق الرحم احنا ننصح فيه او نحب نشوف السيدات في عندنا في وحدة الحمل المبكر من بداية الحمل، علشان مثلا السيدات اللي يكون عندهم ولادات مبكرة قبل الاسبوع 37 من الحمل، او السيدات اللي يصير عندهم الاجهاض بعد الاسبوع 12 ولكن قبل الاسبوع 24 من الحمل. في بعض الحالات نشك انه يكون في مشكله في قوه العنق الرحم لتحمل ثقل الحمل، فنتابع السيدات في عندنا في الوحده في هالعمر، يعني تقريبا من 10 او 12 اسبوع لين الاسبوع 32، كل اسبوعين مره لازم تجي السيده علشان نشوف لها طول عنق الرحم ونتاكد ان الحمل ان شاء الله بيكمل الى الشهر التاسع، ما بيصير عندها مشكله او ان لا سمح الله يصير عندها ولاده مبكره او اجهاض قبلها. ولو لاحظنا ان في هذه المشكله موجوده نعرض عليها بعض انواع العلاجات اللي ممكن تطول فتره الحمل وتخلي الطفل اذا ولد لا سمح الله ولادة مبكرة يحتاج فترة أقل في الحضانة، حضانة الأطفال. صحيح. وهذا الشيء بعد نعرضه على السيدات اللي يكون عندهم أحمال بالتوائم أو فوق التوائم مثل ما قلت قبل. صحيح. طبعا دكتورة أكيد يعني من خلال حديثك عن هذا الموضوع اللي هي وحدة طب الأجنة ومتابعة الحمل المبكر، يتم يعني من خلالكم أنتم من خلال الوحدة هاي الكشف المبكر عن كثير من الأمور مثل ما ذكرت أنت دكتورة في البداية، اللي ممكن يتم علاجها قبل يعني ولادة الجنين وبعد الولادة. أكيد يعني هناك في بعض الفحوصات إذا استدعى الأمر أكيد بيكون فيه هناك تدخل علاجي أو تدخل جراحي. دكتورة سارة، إذا هناك كلمة أخيرة حول هذا الموضوع تحبين توجهينها لمستمعينا الأعزاء؟ أحب أقول لهم أن مثل ما قلت قبل أن 3 شهور الأولى من الحمل جدا حيوية في صحة الجنين، فالسيدات اللي عندها علم أو شخصت من قبل بأي مشكلة صحية سواء تتعلق بالحمل أو لا، المفروض أنها تتابع في وحدة لمتابعة الحمل المبكر أو وحدة الأجنة، لأن حاليا الطب تطور جدا. صحيح. في بعض المشاكل الصحية حلها يكون جدا بسيط أو علاجها جدا بسيط، تمنع معاناة سنوات طويلة للأم وطفلها. أكيد. في المستقبل. أكيد. صحيح. فالوقاية أفضل من العلاج. نعم، دكتورة سارة عبد الهادي أخصائية نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك ولفريقك المبدع الحقيقة على هاي الخدمات المميزة اللي تقدمونها ل يعني متعاملين هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لاستضافتكم. شكرا. مستمعينا الأعزاء، من بعد فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان شلل الأطفال. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم سهلة، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. من خلال هذا البرنامج نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان شلل الأطفال. يعد شلل الأطفال مرضا فيروسيا معديا ويسبب في أشد صورة إصابة عصبية تؤدي إلى الشلل وصعوبة التنفس في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أيضا إلى الوفاة لا قدر الله. تعود آخر حلقة أو آخر حالة إصابة طبيعية بشلل الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1979. أما اليوم وبالرغم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على شلل الأطفال، فإن الفيروس السنجابية المسببة له ما زالت تصيب الأطفال والبالغين في بقاع من آسيا وأفريقيا. أما موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن فقرة التغذية أو أخصائية التغذية العلاجية اليوم تحت عنوان أهمية الماء في فصل الشتاء مع الأستاذة عائشة الحمادي. أختي عائشة صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخوي. نحن طبعا أختي عائشة دائما في فصل الشتاء بسبب يعني برودة الجو فالواحد ينسى يشرب الماء، ولهذا السبب طبعا نحن اليوم بنتكلم معك عن أهمية الماء في فصل الشتاء. تفضلي. إن شاء الله. هو مثل ما قلت، مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف الشعور بالعطش يقل. صحيح. ويزيد نقص الماء في الجسم، ها طبعا بيأثر سلبا على بعض العمليات الحيوية في الجسم. طبعا هناك الكثير من الأسباب اللي تخلينا نشرب ماء بشكل مستمر، أهمها قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. لأنه يحافظ على على صحة الجسم ويساهم في استمرار العمليات الحيوية والأيضية بشكل طبيعي. طبعا من أبرز فوائد الماء في فصل الشتاء أنه يزيد من مناعة الجسم ويقوي الجسم، خاصة مع أمراض الشتاء من نزلات البرد والزكام والكحة. ثاني شيء، شرب الماء يساهم بشكل كبير في تحسين عملية هضم الطعام ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية ويحافظ على وزن طبيعي. أيضا شرب الماء بانتظام يساعد الكلى على أداء وظائفها وتنقية الجسم من الأملاح ويحارب تراكمها، مما يساعد على منع تكون الحصوات، ويساعد أيضا على تحسين عمل القولون واللمعاء، ويساعد على محاربة الإمساك واضطرابات القولون، ويفيد أيضا في تعزيز الإفراز الطبيعي للمرارة ويساعدها على أداء وظائفها بصورة صحية وسليمة. أيضا الماء يساعد على تعزيز أداء الرئتين لوظائفهم بصورة طبيعية، مما يسهل عملية التنفس ويحميها من آثار التلوث الخارجي، ويفيد أيضا في وظائف الدماغ ويقوي الذاكرة والوقاية من النسيان وقلة التركيز. طبعا أيضا الماء يساعد في تدفق الدم في الأوعية الدموية ويساهم في تنشيط الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات. إذا بنتكلم من ناحية الجمال، فيعتبر الماء من أفضل المشروبات اللي تحافظ على نظارة البشرة خاصة في فصل الشتاء. مشروب الجمال لأنه يزيد من جفاف البشرة وتقشر الجلد، فشرب الماء يساعد على إفراز الكولاجين الطبيعي للبشرة ويساعد على نظارتها وحيويتها ويمنع ظهور التجاعيد المبكر. فما نحتاج كريمات وهالأشياء، أول شيء نتجه للماء أول شيء. وأيضا يحافظ على سلامة الأظافر ويمنع تشوهها ويحافظ على حيوية الشعر وتقويته، فيمنع تساقط الشعر وجفافه وتقصفه. فالماء ما شاء الله دوره وايد كبير في صحة الجسم. صحيح. أستاذ عاش، أنت ذكرتي طبعا يعني فوائد الماء وأهميته للجسم وأعضاء الجسم والجلد والجمال والصحة، لو تخبرينا يعني الكمية اللي يحتاج ياخذها. طبعا تختلف فترة الصيف غير وفترة الشتاء طبعا بسبب يعني انخفاض درجات الحرارة، طبعا شعورنا بالعطش أقل، بس ما هي الكمية اللي مفروض ياخذها الشخص واللي يهتم إنه ياخذ خلال يعني اليوم الحصة الكافية من شرب الماء؟ هو صحيح يختلف من الشتاء للصيف، بس في العادة ما يقل عن لترين في اليوم، يعني المفروض في الشتاء نوصل لين 3 لتر، يعني اللي يقارب تقريبا 8 أكواب في اليوم أقل شيء. نعم. فيفضل ما يقل عن هذا، بالإضافة إلى المشروبات الثانية اللي تعوض عن السوائل عشان نوصل 3 لتر في اليوم. صحيح. نعم. شكرا الأستاذة عائشة الحمادي، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. عفوا.
مجتمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت عائشة الحمادي بأن أهمية شرب الماء سواء في فصل الشتاء أو فصل الصيف ضروري جدا لصحة الجسم وصحة جميع الأعضاء في الجسم، فمن الضروري دائما يعني الاهتمام بشرب الكمية المناسبة من الماء بشكل يومي، مثل ما ذكرت الأخت عائشة لترين نحن نحتاج من الماء بشكل يومي. من بعد فقرة التغذية العلاجية مستمعينا الأعزاء بناخذ آخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم في برنامجنا تحت عنوان فقرة صحة المرأة وتحت عنوان تأخر الحمل الأسباب والعلاج. بتكون معنا اليوم بتشرفنا الدكتورة إكرام عبد العزيز صالح أخصائية نساء وولادة للحديث عن موضوع تأخر الحمل الأسباب وما هي العلاجات. الدكتورة إكرام صبحت الله بالخير والنور والعافية. دكتورة إكرام صباح الخير. السلام عليكم، صباح الخير أستاذ عبد الله وأستاذ منى، مرحب بكم وصباح الخير عليكم. يا صباح الورد دكتور أكرام. دكتور أكرام طبعا احنا كل أربعة مواضيعنا معاك تخص صحة المرأة، واليوم تحت عنوان تأخر الحمل الأسباب والعلاج، ونحن طبعا دائما سعداء بالخدمات المميزة اللي تقدمونها الحقيقة اللي تخص يعني صحة المرأة وأيضا صحة الطفل. فما هي دكتورة أسباب تأخر الحمل؟ الموضوع هو مهم أستاذ عبد الله مثل ما أنت قلت، ونحن عندنا العيادات في هيئة الصحة دبي هي عيادات كاملة وبتوفر للمرأة متابعة إذا كان قبل الحمل ولا لمشاكل قبل الحمل أو حتى بعد الحمل. لو اتطرقنا للموضوع اللي هو الأسباب بتاع تأخر الحمل أو عدم الإنجاب، الأسباب بتتعدد. نحن يعني بناخذ مثلا أسباب هي خاصة أو متعلقة بالمرأة، ودي حوالي تلتين من المشاكل بتكون متعلقة بالمرأة فقط، وفي أسباب متعلقة بالرجل ودي حوالي برضو تلت من الحالات بتكون متعلقة بالرجل، وفي أسباب خاصة فيهم الاثنين ودي بتمثل التلت الأخير. الليلة نحن حنركز أكثر على الأسباب المتعلقة بعدم الإنجاب أو تأخر الحمل عند المرأة، ونتكلم عن الأسباب دي، ولو ذكرنا منها حاجات بسيطة ممكن تكون الأسباب نحن لو بس بسطناها للمستمع ممكن نقول إنه أسباب تتعلق بالتبويض، اللي هي الوحدة ممكن تكون عندها تكيس مبايض مرضي، صحيح. أو أسباب تتعلق بالتبويض مرة تانية إذا كانت المرأة أخذت أي علاجات في أثناء الطفولة أو عندها أمراض معينة أدت إلى توقف التبويض نهائي عنده، وده نحن بنقول عليه قصور التبويض أو انقطاع الدورة، أو بنقول عليه سن اليأس المبكر لو أخذنا الاسم. وفي حاجات تانية متعلقة بالأنابيب اللي هي القنوات فالوب بالنسبة للمرأة، ودي إذا كانت حصلت لها أي التهابات حادة أو أي جراحات سابقة أو أي التهابات عن طريق مثلا الأمراض اللي بتعمل التهابات حادة، إذا كانت مثلا لو أخذنا للمثل اللي هي التهابات الجهاز التناسلي، ودي بتعمل انسداد في قنوات فالوب وده بيكون سبب رئيسي في تأخر الإنجاب. وممكن تكون أسباب خاصة في الرحم نفسه، ودي ممكن تكون الوحدة عندها تليفات عاملة انسداد على الغنوات غنوات فالوب، أو تكون تليفات عاملة مشاكل في داخل الرحم، أو قد يكون السبب هو سبب غير معروف نحن ما عندنا له سبب محدد، أو قد يكون سبب متعلق بالرجل ودي نحن ما حنتكلم عنه كثير مثل ما قلنا. دي ببساطة أو بصورة مبسطة. صحيح. طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة إكرام بأن هناك عوامل وأسباب كثيرة ممكن أنها تسبب في تأخير الحمل. دكتورة لو نتحدث معاك عن طبعا أنتوا أكيد عندكم هاي العيادة، والعيادة أكيد تقدم يعني خدمات مميزة لهاي المشاكل عند النساء، فلو نتكلم دكتورة عن الفحوصات وكيف يتم متابعة النساء وما هو العلاج أيضا. طيب بالنسبة للعيادة نحن عندنا عيادة متخصصة، عيادة هي بديرة دكتورات متخصصات اللي هي استشاريات واختصاصيات متخصصات في تأخر الإنجاب أو تأخر الحمل،
وهم العيادة دي بتكون على أسبوعية، موجودة أسبوعية، ودي حاجة مهمة جدا جدا. ونحن الحمد لله ولله الحمد يمكن كل المستشفيات في هيئة صحة دبي عندها العيادات المتخصصة، وعندنا مركز متخصص خاص بهيئة صحة دبي، ودي أبو دافي اللي هي عنده سنتر خاص فيه. لكن على مستوى المستشفى، مستشفى دبي عندنا العيادة متخصصة والحمد لله فيها كمية بتاعت فحوصات ممكن تتعمل. وأنا بس اليوم أنا بس هعمل زي ما إحنا نقول هايلايت، أو هنعمل ضوء على واحدة من أهم الخدمات اللي إحنا بنقدمها في المركز. بالنسبة للفحوصات هتكلم عن الفحوصات عامة، اللي هي الفحوصات بنعمل للسيدة الجاية تبحث عن الحمل، اللي هي بنعمل فحص نشوف فيه إنه الهرمونات بتاعتها طبيعية أو غير طبيعية. وبنتكلم عن الهرمونات اللي هي بالذات هرمونات التبويض، بنعمل لها الفحص ثاني يوم الدورة أو ثالث يوم الدورة أو على حسب الحاجة المطلوبة. في فحوصات تانية بتدعمل في المعمل، اللي هي فحص تتأكد إنه فعلا حصل التبويض، ودي بتدعمل في اليوم 21 للوحدة اللي عندها دورة منتظمة. وفي فحوصات تانية بنعملها اللي هي الموجات الصوتية الأساسية، وعندنا جسم كبير جدا جدا للموجات الصوتية ولله الحمد. وفي فحص مهم دلي نفحص غنوات بالوب عشان نشوف إنهم هم شغالات ولا غير شغالات. والفحص زي أنا بس حبسطه عشان المتابعات معانا في البرنامج الصباحي يعرفوا ان احنا الحين بقى هو متوفر عندنا في المستشفى ومتوفر معانا، اللي بنسميه هايبوسي، وده عباره عن اختبار الموجات الفوق الصوتيه لغنوات فالوب، وبيتم باختصاصيات مدربات. يعني الفحص ده بره بيتعامل باختصاصيين الاشعه وبالناس الغير متخصصين في المجال نفسه، وبيكون بمواد غير مواد غير. الحين الحمد لله الهيئه وفي المستشفى توفرت لنا ماده، هي مادة نحن بنقول عليها أقل تفاعلا، مادة متخصصة للجسم ما فيها مشاكل، بتعمل الفحص على مستوى العيادة ببرايفسي أو بخصوصية تامة جدا جدا، بتعمله اختصاصية دكتورة، وبتعمل وبتاخذ النتيجة في نفس الوقت اللي انت عملتي فيه، اللي هو ده بنقول عليه الهايبوسي. بنحقن مادة معينة في المنطقة التحت بنتابعها بالموجات الفوق الصوتية عشان نشوف قنوات فالوب هم شغالات ولا غير شغالات، وعلى أساسها نبدأ معاها اللي هي علاجات تأخر الإنجاب. دي بالنسبة للمرحلة الأولى للفحوصات. في حاجة عايز أقولها بالنسبة قبل العلاج نفسه، السيدة نحن بنقول المشاكل بتاعت الأكل، مشاكل الأكل دي ممكن نحن نقولها كنصائح ممكن بعد العلاجات حنتكلم عنها. طيب بالنسبة للعلاج، المركز برضو أو العيادة المتخصصة بتاعتنا بتوفر الوحدة بعد يدعمل لها اللي هي التشيك الكامل عن صحتها وعن الفحوصات الأساسية، ونتأكد من إنه الزوج في الجانب الثاني حنتكلم عنه مرة ثانية أكيد، اللي هي الحيوانات المنوية كافية جدا أو الفحوصات الأساسية بالنسبة للرجل. بعد ذلك بتبدأ لها علاجات نحن بنقول عليها علاجات مساعدة للحمل، والعلاجات دي بتتأخذ بطريقة معينة، وبيتم متابعة السيدة عن طريق الموجات الفوق الصوتية، وعلى أساسها بيبدأ اللي هي بنراقب البويضة من بداية تكونها لحد ما نصل لمرحلة إنه بنديها اللي هي حقن تفجيرية نحن بنقول عليها. وبعد ذاك بيدعمل لها عندنا أنواع من العلاج اللي هو نحن نقول عليه الحمل المساعد أو التلقيح الاصطناعي، لكن التلقيح الاصطناعي الأول وبيسموه تلقيح الرحم، اللي هو بنحقن المادة بتاعت السائل المنوي بطريقة معينة في العيادة عندنا بدكتورات متخصصات مع الوقت المناسب للتبويض عشان نتأكد تماما إنه الحمل يعني بإذن الله إنه يحصل في وقت مناسب، وبتاخد علاجات لحد ما نتأكد إنه الحمل حصل. ده بالنسبة للمستوى الأول في بالنسبة للمركز أو للعيادة عندنا. نعم طبعا دكتورة، أنت تفضلتي بأن الفحوصات والعلاجات لا تختصر فقط على جانب معين، مثلا يعني مش جانب العلاجي أو الدوائي، حتى اتطرقت أنت دكتورة إن هناك أيضا تدخل إذا كان يعني في مشكلة في التغذية. فلو تحدثينا دكتورة عن تناغم أو تجانس الفريق الطبي اللي عندكم، اللي هو يشمل طبعا أخصائيين اللي هم أمراض النساء وأخصائيين التغذية، كيف يتم إدارة حالة المرأة هاي قبل الحمل، بخصوص إذا كان هناك في مشكلة في تأخر الحمل؟ التكامل مثل ما أنت تفضلت أستاذ عبد الله إنه تكامل كامل، صحيح. السيدة المرأة السيدة ككل،
ودي بيكون بالتنسيق. يعني واحدة من الأسباب برضو لأن إحنا وجدناها إنها بتأخر الحمل اللي هو المشاكل بتاعت الأكل. في بعض الناس بيكون عندهم الهوس بتاع تنزيل الوزن بطريقة غير صحية اللي هو يعملوا ريجيم بطريقة قاسية أو بطريقة غير صحية، فالسيدة تقوم تخسر أوزان ثقيلة من جسمها أوزان كبيرة من الجسم، وده بيعمل خلل شديد في هرمونات الدورة أو الهرمونات الطبيعية للسيدة، وده بيأثر تأثير مباشر على الغدة النخامية وبيقلل إنه الهرمونات غير طبيعية ويأخر الحمل بصورة مباشرة. فنحن بناخد السيدة وبننصحها إنه هي لو حابة تعمل، لأنه الوزن نفسه زيادة الوزن الحاد اللي هو الوحدة لو تكون عندها نحن نقول عليها السمنة المفرطة، أو إذا كان وزنها تحت الطبيعي يعني النحافة المفرطة برضو تأثر على الحمل عندنا وتأثر على الهرمونات، فنحن الاثنين ديل بنحولهم لاختصاصيين تغذية عشان تحت الإشراف المباشر وتكون حاجة طبية وحاجة مقننة وما تكون بطريقة يعني متابعات خارجية وتشتغل السيدة على نفسها لحالها حتى ما يكون في خلل عليها. فيتابعوا الوزن اللي هي ناس النحافة المفرطة يزيد وزن بصورة معينة يصل الوزن المثالي على أساس، ونحن بعد ذلك بنتابع الهرمونات إذا بقت طبيعية أو تحتاج لبعض المساعدات. بنفس الطريقة اللي هي الوحدة عندها زيادة مفرطة أو سمنة مفرطة بتبدأ بالعلاج أول حاجة اللي هو العلاج الغذائي، ولو في حالة العدم أو ما يتوفر لها العلاج ما نزل الوزن للوزن المثالي ممكن قد تحتاج لجراحة، بنحولها لجراحة الجهاز الهضمي عشان يعملوا لنا تعديل مسار أو تحويل مسار أو تصغير معدة، ودي كلها جراحات عشان نصل لوزن مثالي المرأة تحمل فيه وبدون أي مشاكل وبدون مضاعفات. نحن قبل كده كان اتكلمنا على تأثير الوزن على البيبي، كان اتكلمنا في حلقات سابقة. فنحن عايزين المرأة ككل تكون هي أيديل أو تكون هي مثالية لأنها تحمل حمل صحيح بدون مشاكل. أضف إلى ذلك اللي هو الاسترس، أول نحن بنقول على ضغوطات الحياة المعروفة والتأثر بصورة مباشرة على هرمونات الحمل، فنحن بنحتاج إنه الوحدة لو كان عندها ضغوطات شديدة وهي ما قادرة تتحكم، ونحن لله الحمد يعني إحنا مجتمع متماسك ومجتمع أسري ممتد وبنلقى التعاون، ونحن بنقول عليه والسبورت اللي هو الدعم من الأسرة حوالينا. لكن إذا كان في خلل وما الدعم الأسري ما كفى إنه يأثر على الجانب اللي هو الضغط العالي أو الضغط النفسي العالي، قد تحتاج لبعض المساعدات النفسية عشان تكون هي متوازنة داخليا متوازنة خارجيا وتقدر تحمل حمل صحيح. صحيح دكتورة، طبعا مثل ما ذكرتي أنت إن اليوم توجه هيئة الصحة بدبي وأيضا المستشفيات والمراكز التخصصية بهيئة الصحة بدبي دائما تلجأ مثل ما أنت تفضلتي دكتورة، أنت يعني الحقيقة يعني شرحتي موضوع جميل ومتكامل اللي أنا الحقيقة شعرت فيه بأنه هو برنامج علاجي متكامل، يعني يأخذ الجانب الطبي والجانب التغذوي أو الغذائي والجانب أيضا هناك دكتورة تتدخلون أنتوا إذا كانت المرأة عندها أي اضطرابات نفسية فيتم علاج الحالة بشكل متكامل. دكتورة إكرام في آخر دقيقة إذا يعني حاب تتكلمين عن أي نصائح للسيدة في حال تأخر الحمل. النصائح هي نصائح أساسية اللي هي نحن بنقول عليها التغذية السليمة، الاكسرسايز أو ممارسة رياضة سليمة، والوحدة لو كانت عايزة اللي هي نحن بنقول السيدة لو كان عمرها فوق 35 وهي يا داب دخلت في حياة زوجية أو تأخر عندها الإنجاب يستحسن مباشرة على العيادات المتخصصة لتأخر الإنجاب أو تأخر الحمل. والحاجة الثانية إذا كانت نحن بننصح بعدم التدخين، بننصح بأنه الوحدة تكون عندها حياة صحية سليمة وتبحث عن الحمل لو تأخر. نحن بنقول سنة للناس العمرهم أقل من 35 إذا كانت هي موجودة مع زوجها خلال سنة وما حصل حمل تصرنا في عياداتنا، لكن إذا كان عمرها 35 لحد 40 خلال 6 شهور لو ما حصل حمل تصل العيادات، لا. وإذا كان عمرها فوق 40 مباشرة بعد الزواج أو في اللحظة اللي هي قررت فيها تحمل تصل العيادة حتى قبل المحاولة حتى نحن نقدر نتدخل في الوقت المناسب وتكون حمل سليم وحمل صحيح. ونتمنى لكل السيدات الصحة والعافية.
الله يبارك فيك دكتورة إكرام، صراحة يعني دائما نستمتع بالحديث معك، وأيضا فخورين جدا بالخدمات العلاجية الشمولية المتكاملة اللي تقدمونها لمتعاملين هيئة الصحة بدبي. دكتورة إكرام شكرا لك جزيلا، وشكرا أيضا لفريق عملك المبدع، وكل الشكر والتقدير. شكرا كثير استاذ عبد الله. شكرا شكرا مستمعينا الاعزاء، من بعد فقرتنا الاخيره عن صحه المراه وصلنا الى نهايه فقرتنا لهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله الحلقه قدمت لكم ماده علميه ومعلومات طبيه مفيده، وهذا دائما هو نهج هيئه الصحه بدبي نحو مجتمع اكثر صحه وسعاده. احب اني اشكر فريق العمل معي اليوم، فريق الاعداد بهيئه الصحه بدبي، ومخرجنا دائما المتالق الاستاذ نمر محمد، وايضا في التنسيق والمتابعه الاخت ميره الغفلي. وتقبلوا تحياتي انا عبد الله جمعه، ودمتم دائما بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.